طيب لو انا الان هلا بدي اجي اشبك هذا الجهاز، هلا هذا الجهاز راح يصير طبعا الرينج تبعه، ضل اطلع لي على الرينج تبعه اظن مكتوب عليه اس ان قديش؟ 8 ملم. 8 ملم ممتاز. اذا هذا الرينج، الرينج طبعا هون مش الرينج يعني المسافه اللي راح يعمل ديتكشن للاوبجكت عليها، لو اوبجكت برا 8 ملم ما راح يعمل له ديتكشن، لازم يكون الاوبجكت وذن 8 ملم. اذا السنسنج رينج تبعه 8 ملم. اذا جبت الان هذا الجهاز او هذا السنسر وهي عليه هون هاي السامونتين اللي عليها وهي ال LED وطالع منه الأسلاك وعليه هذا الغطاء، بعرفش هذا الغطاء إلا إذا إله معنى وليش بحطوه بلاستيك، أنا ما بعرف الغطاء هذا ولونه. حطيت عليه أوبجكت، هون جبت أوبجكت فيرو ماجنتيك وحطيته بهذا الرينج. هلأ هون راح يصير عندي محطوط عليه هو نورمالي كلوز ولا نورمالي أوبن، كان هو تشينج أوفر مش هيك؟ تشينج أوفر. فعندي واحد منهم راح يتغير والثاني راح يتغير، راح يعطيني يعني الشكلين. فمثلا نفترض انه هذا سكر، فخلي الان بدي اجي اشبك هذا دكتور على السنسور المكتوب 2 بي ام بي. اه 2 بي ام بي بس تشينج اوفر، تمام اوكي ماشي. اذا هذول الاثنين اللي طالعين عندي هون هم 2 بي ام بي، يعني الاثنين موجودين زي هيك. طب ليش حطينا 2؟ اظن بعمل تشينج اوفر مش هيك؟ اه في نوع قبل الريكورس، تمام. 2 بي ام بي، اذا هذا عندي هون بلس في سي سي من هون وهذا الاوتبوت، والثاني طالع زي هيك بي وهي هذا بي سي سي، هذا هون اميتر وهذا كونكتر. اذا هذا السنسر فيه اثنين طالعين زي هيك بي ام بي، لكنهم تشينج اوفر، يعني واحد منهم بيكون اون والثاني بيكون اوف. لما بحط الجسم قدامه شو بيصيروا؟ واحد بنعكسه، بصير اللي كان اون بصير اوف واللي كان اوف بصير اون، هذا بنسميه تشينج اوفر. هلا اللي عاده كان اوف شو بنسميه هذا التيرمينال؟ اللي بيكون عاده اوف لما فيش اوبجكت نورمالي اوبن، والاوبجكت اللي بيكون مسكر وهو فيش اوبجكت بنسميه نورمالي كلوز. هذا رح تشوف هالتعبير كثير في الريليز، نورمالي اوبن نورمالي كلوز، يعني لما ما في سنسر ما في جسم ما فيش سنسنج الوضعية تبعته بتكون نورمالي اوبن وهذا بكون نورمالي كلوز. الكومبينيشن تبع هذول بنسميهم تشينج اوفر، يعني عماله بغير من واحد للثاني. يعني هذول الاثنين هلا لو جينا طلعنا عليهم كانهم بمثلوا التالي، هذا السويتش وهذا السويتش وهذا السويتش اللي جاي من هون كانهم مشبوكين بالبلس في سي سي، مزبوط، والبلس في سي سي نازل عليهم الاثنين. على اول بي ام بي ترانزستور اعطاني اوتبوت، وعلى ثاني بي ام بي ترانزستور اعطاني اوتبوت، هذا نورمالي اوبن هذا نورمالي كلوز، وهون عندي هدول كانهم انفيرتد من بعض. فبصير لما النورمالي اوبن لما يكون فيش اوبجكت هون شو بعطيني؟ بكون نورمالي اوبن اوبن، وهذا بكون كلوز. فكانه عماله بعطيني في سي سي لهي النقطه مش هيك؟ لما يكون اوف بكون هذا فاتح. لما بحطيت جسم من هون شو بصير بهذا النورمالي كلوز؟ شو بصير؟ بفتح وهذا فكانه هذا السويتش في سويتش تحرك اجى من هون وراح هون، اوكي؟ هذا بنسميه تشينج اوفر. والتشينج اوفر لاحظوا انه له ثلاث تيرمينالز. تشينج اوفر سويتش له ثلاث تيرمينالز، يعني هذا الايكوفلنت تبعه كانه هيك. هاي النورمالي اوبن، هاي النورمالي كلوز، وهي الفي سي سي. هذا بنسميه تشينج اوفر سويتش، وكان موجود بالريليز لحد هلا موجود بالريليز، مشهور جدا في كثير ريليز بتشتريها بتعطيك تشينج اوفر سويتش. هم بنوا تشينج اوفر سويتش من اثنين من هدول بس عكسوا هدول. اذا بدكم نحط هون انفرتر، هون راح احط انفرتر هون، اوكي حطينا انفرتر من هون. فهون اذا موجود الجسم راح يشغل، راح هذا راح يكون اوبن، عفوا العكس راح يكون هذا، اذا مش موجود الجسم راح يكون هذا اوبن وهذا كلوز، لما يجي الجسم راح ينعكسوا الاثنين. فهدول كانهم بيمثلوا، بس هو مش ميكانيكال سويتش، هو الكترونيك سويتش اللي موجود هون. كيف هلا بدي اشبكه؟ احد الطرق ممكن تشبك فيه طريقتين، اذا بدك تدخله على بيك ايش بنعمل؟ تاي داون ريزيستر. احسن شيء اعمله اذا بدي ادخل هذا على بيك، افرض بدي ادخل النورمالي اوبن على بيك، راح اجيب ريزيستر عالي قيمته مثلا 100 كي او 10 كي وبشبكه مع جرام، اوكي. هلا اطلعوا على هاي الدائره، هاي الدائره عندي هون في سي سي وعندي هون جراوند، وهذا الريزستور انا حطيته جنب التك، والخط هي اجاني الخط من السنسر لهون. لما يكون هذا فاتح
قديش هلا راح يصير الاوتبوت؟ زيرو. هلا صار زيرو مزبوط. فالبيك لو اجى قرا هذا الانبوت راح يشوفه بحالها زيرو، لانه في بول داون ريزيستر او تاي داون ريزيستر. طيب لو بعدين حطيت الاوبجكت نورمالي اوبن صار كلوز سكر، لما هذا سكر ايش اعطاني؟ بي سي سي، مش هيك؟ راح يعطيني بي سي سي ناقص شوي من هون، وهذا البي سي سي راح يروح على البيك. هلا طبعا هذا لسه هون يمكن يكون بده شميت تريجر، بده اشياء زي هيك. اوكي، بس هو مش على الاقل صار هايلو، مش راح المينيمم رينج تبعه 6 فولت، راح يروح منه 0.2، فراح يضل يعني حسب انت ايش بتحط. مظبوط، راح يضل 5 فولت، بس افرض انت حاطط عليه 30 فولت ما راح تقدر تدخله مباشره على البيك. ليش انت بتحط 30 فولت؟ هذا بصير له علاقه بالنويز، يعني هذا لما ينحط راح ينحط في ماكينه مكان بخوف في نويز وفي فريكوانسيز وفي سويتشنج. يمكن انت تقرر تقول انا ما راح اشغله على 6 فولت، راح اشغله على 30 فولت عشان اعطيه مور نويز اميونيتي. ماشي، واضح؟ فاهمين ايش يعني نويز اميونيتي؟ مناعه للنويز. اي نويز عم نحكي، مش النويز الصوتي، اي نويز الكتريكال نويز، في ويف فورمز بتيجي عليه. او ممكن تقول انا الانفايرمنت عندي كويس، راح اعطيه انا 5 فولت او 5.5 فولت، بحيث انه هاي تقريبا تصير 5 فولت وادخلها مباشره على البيك. اذا بدك تعمل عليه سيجنال كونديشنينج، تعمل اشياء معينه، بصير تعمل تمام، صار هو سويتش ودخل عندي على البوتنشيوميتر. ممكن تعمل بوتنشيوميتر، ممكن تحوله بوتنشيوميتر. بما انه بالصناعه اكثر شيء مستخدم البي ال سيز، برضه نفس الكونكشن، ما بتفرق لو كان بي ال سي نفس الكونكشن، صحيح. او انك اذا بدك تعمله ممكن طريقه ثانيه، تحط هون ريلي. هي هون تكمله السؤال. هلا هون بالريلي ما في مشكله يكون فلوتنج الريلي. هاي الكل عارف شو الريلي؟ في حد ما بيعرف شو الريلي؟ الريلي هي ديفايس صغيره فيها كويل بالداخل. الكويل لما بحط عليه 12 فولت او 24 فولت بيجذب قطعه، القطعه لما بحركها بيكون في سويتشز هون، مثلا تشينج اوفر سويتش. بس هذا لينكد ميكانيكلي مع نفس الريلي. الكل فاهم هاي شو هي الريلي؟ لها 5 تيرمينلز الريلي. 5 تيرمينلز الارمتشر تبعت الريلي، اذا حطيت عليها بصير في ماجنتايزيشن، الماجنتايزيشن بتحرك ذراع في داخل الريلي، بتسمع صوته، هي ميكانيكال الكترو ميكانيكال ديفايس، بتحرك هذا السويتش وبتاخذ بعدين انت اللي بدك اياه. في طريقتين، في الطريقه هاي. هلا هون فيش عندي مشكله فلوتنج، لانه الريلي هاي اذا كان هذا فاتح ما راح تشتغل، راح تطفي الريلي، راح تسمع صوتها طفت. او اذا كانه اشتغل بتشتغل الريلي. هذول طريقتين. اذا بدك تدخل على البيك مباشره ما بتحتاج الريلي، بتحط بس التاي داون ريزيستر وبعدين بتبعت الخط على البيك. نعم، ترى السنسورات الداتا اللي بطلعها انالوج ولا ديجيتال؟ هي فعليا ديجيتال بس 1 0 1 0 اون اوف بس. طب لو بدنا نحولها لانالوج، هو ايش معنى انت اذا بدك انالوج من الاصل بدك تجيب رينج ديتكتر، يعني انت كانك لما بتقول انالوج كانك بدك تعرف قديش الجسم بعيد عنك. يعني هو الجواب تبعها هاي السنسر اللي معكم هلا هي بوليان. ايش يعني بوليان؟ يعني بقول لها هل في اوبجكت في الرينج تبعك؟ ايش بقول لي؟ بقول لي ترو او فولس، 0 1. ما اذا بدك تحولها لانالوج ما لها معنى. يعني فعليا احنا بمشروعنا، مشروع التخرج، البي ال سي بتاخذ انالوج، والسنسرات كلها ديجيتال، مش عارفين نحول. خلص مش مشكله، بتحول جوا البي ال سي. بس مو انت حرام ليش تضيع انالوج انبوت للبي ال سي؟ يعني الانالوج بتحول في الداخل اي تو دي كونفرتر في بداخل البي ال سي؟ لا، هي البي ال سي نفسه بس تاخذ انالوج، عشان هيك السنسور نفسه بنحول الداتا اللي فيه. تمام، ما هو انت بدك تشرح كلمه انالوج لازم تطلع بالضبط شو الانبوت. عاده احنا لما بنقول في البي ال سي عاده لما بنقول البي ال سي فيها انالوج انبوت، معناها عم تاخذ انالوج سيجنال مثلا من 0 ل 5 فولت وبتحولها ل 8 بت نمبر، هذا اي تو دي كونفرتر. بس انت يمكن قصدك بالانالوج شيء مختلف، انه مش كونتاكت، قصدك انه فولتج. بس الفولتج هذا له تو ليفلز، المفروض يكون سهل عندك، بس ناقشها برا المحاضره ونشوف كيف تحل. بس احنا لما بنقول اي تو دي كونفرتر، هذا ما بقدرش احوله لدي، ما لهوش معنى، لانه هو اصلا بوليان. ماشي، فاهمين؟ هذا له تو ستيتس، ومش عدد بيتس، هي بت وحده. يعني هذا اللوجيك تبعه شو بقول؟ بقول انه از ذير ان اوبجكت وذين ذا بروكسيميتي؟ فالجواب بيكون يا يس او نو، فولس او ترو. فهذا عباره عن بوليان، هو بوليان فيريبل. اوكي، وهدول الاثنين انفيرتد، هذا عكس هذا. لما يكون هذا فولس هذا بيكون ترو، لما يكون هذا ترو هذا فولس، او لما يكون هذا كلوزد هذا اوبن وهذا اوبن بيكون كلوز. بس عملت انفيرجن لهم الاثنين. اوكي ماشي. لو كان ام بي ان بدل بي ام بي، لو كان جيد، ممتاز، سؤالي كويس. لو كان هذا ام بي ان، صفت الكونكشن، بطلت من الفي سي سي، صارت الكونكشن مع مين؟ مع الجراوند. فالريلي وين بدي اشبك الطرف الثاني تبعها؟ يعني بصير عندي بلس في سي سي، بحط الريزستر هون او الريلي هون، بيكون عندك هلا الام بي ان وبتشبكه مع الجراوند،
وصار عندك هذا هون راح. هلا هون لاحظ شو بصير عندي لما يكون هذا شغال، وين بشبك هاي النقطه مع ايش؟ مع الزيرو، فبروح زيرو على البيك. لما يكون هذا فاتح عندي التاي اب ريزيستر، هذا صار تاي اب ريزيستر، شبكني مع البي سي سي، دخل البي سي سي. او بتحط الريلي هون نفس الشيء. شلون بسموهم سينكينج او سورسينج؟ تمام، سينكينج او سورسينج، ممتاز. هذا راح يعمل عندي سينكينج وهذا راح يعطي سورسينج. سورسينج كرنت وسينكينج كرنت، وفي ليميتيشنز عليهم. ملاحظ الليميتيشنز مش متساوي، اذا بتطلع على الداتا شيت مرات بكون السورس السينكينج عاده اعلى من السورسينج. بيقدر يعطيني مثلا 20 ملي امبير، هون يمكن يعطيني 18 ملي امبير. بدك تطلع على طبعا بدك تطلع على الريتنجز اذا شبكت هون ريلي، بدك تشوف هل الكرنت اللي بيعطيني اياه هذا السنسر بيقدر يتحمل يمشي شغل هاي الريلي ولا لا. اوكي، اذا عندي 20 ملي امبير مثلا، هاي بدها 20 ملي امبير، هذا بيقدرش يعطيني غير 10 ملي امبير، اذا ما بقدرش اشبكهم الاثنين على بعض. ولذلك احنا اخترنا التاي اب ريزيستر والتاي داون ريزيستر. قديش كانت قيمتها مثلا؟ 100 كي كرنت قليل اللي بتسحبه، ما بدي احمله انا، بس بدي اعمل تاي اب وتاي داون.